الآن للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من شرم الشيخ مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، بعد التحية، هذا اليوم يأتي تحت عنوان التكيف والزراعة، إذا ماذا في تفاصيل وفعاليات هذا اليوم؟ يعني بعدد جلسات وصل إلى 12 جلسة أقيمت فعاليات اليوم السابع من مؤتمر قمة المناخ كوب 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ. كل الجلسات التي أقيمت اليوم تركزت حول كيفية المواجهة الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، سواء كان ذلك من خلال التكيف مع هذه الآثار، وبعد ذلك كيفية توجيه أنظمة الإنذار المبكر والعمل على جمع المعلومات وتجهيز كل المعلومات المطلوبة لكيفية التكيف. هذا أيضا بالإضافة إلى ملف الزراعة الذي يعد من أهم الملفات التي تم طرحها، خاصة وأن هذا الملف يعني الكثير من الدول التي عانت جراء السيول والفيضانات، خاصة الدول الأسيوية والأفريقية. هناك الجلسات التي ما زالت مستمرة حتى الآن وتناقش عدد من النماذج، سواء كانت النماذج الأوروبية أو النماذج العربية والأفريقية التي نجحت في مواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ، كما أن هناك عرض لمزيد من تلك الجلسات، سواء كانت هذه الجلسات من النماذج الأوروبية أو الشراكات ونقل الخبرات التي تم الاتفاق عليها ما بين الدول الأفريقية والعربية. عندما لاحظنا من خلال تحدثنا مع الكثير ممن حضروا جلسات اليوم، هناك إشادة كبيرة للنموذج المصري والنموذج الإماراتي، هذا في ظل الإقليم الأفريقي أو الإقليم العربي عفوا. أما بالنسبة للنموذج الأوروبي الذي أثنى الكثيرون ممن شاركوا في جلسات اليوم هو النموذج الألماني، وهناك بكل تأكيد نقل للخبرات في كيفية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ملف الزراعة، خاصة وأن الزراعة هي أساس اقتصاديات العديد من الدول. مصطفى، أخيرا وسريعا أيضا، كان هناك اليوم كلمة لجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وتحدث أيضا عن هذه القمة والحلول المطروحة وما إلى ذلك. سريعا، كيف تابعت هذه الكلمة وعن قرب؟ يعني كلمة مبعوث الرئاسة الأمريكي للمناخ جون كيري تحدث من خلالها بعدة نقاط، أهمها هو أن هذه القمة هي أصبحت الآن قمة التنفيذ، وأن هذه القمة تسعى الدولة المصرية إلى جعلها بالفعل خلال الفترة القادمة إلى أن تكون مفعلة الخطوات والتوصيات التي ستخرج عنها. هذا أيضا بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة دائما حريصة على التعاون مع كل الدول من أجل وضع آليات لمواجهة التغيرات المناخية. إذن كان هذا أهم ما ورد في هذا اليوم الذي كما ذكرنا منذ قليل يأتي تحت عنوان التكيف والزراعة. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من شرم الشيخ مصطفى عبد الفتاح، شكرا على هذه التفاصيل، ونحن بالتأكيد معك على مدار الساعة لمتابعة كل المستجدات.